أفضل المسلسلات الخارجية في رمضان 2023 القائمة الكاملة. ينتظر الجمهور بشغف كبير قائمة المسلسلات الخليجية التي ستعرض خلال رمضان 2023، والتي تضم مجموعة كبيرة من الأعمال الفنية ما بين السعودية والكويتية وغيرها. مسلسل قرة عينك من بطولة الفنانة حياة الفهد وبشير غنيم وسعاد علي وبثينة الرئيسي. تدور أحداث مسلسل قرة عينك كما كشف الإعلان الدعائي حول السيدة خلف القضبان الحديدية بملابس السجن البيضاء وتقضي عقوبة بالحبس. مسلسل بطن وظهر من بطولة أحمد الجسمي وسعاد علي وزينب كرب وروان الطويقري. ينتمي مسلسل بطن وظهر إلى قائمة المسلسلات الخليجية التي ستعرض في رمضان، وتدور أحداث العمل حول فكرة التوأم من زاوية مختلفة، ويطرح قضايا اجتماعية وإنسانية هامة في إطار كوميدي. مسلسل مجاريح من بطولة سعاد عبد الله وأسمهان توفيق وعبد الإمام عبد الله وهناد الكندري. مسلسل مجاريح ينضم إلى قائمة المسلسلات الخليجية في رمضان، وتدور أحداثه حول بعض السيدات اللاتي يعانون من الحالات الاجتماعية القاسية. مسلسل طاش الجزء 19 من بطولة ناصر القصبي وعبد الله السدحان، يوسف الجراح وفهد الحيان، حبيب الحبيب، ريماس منصور. يتكون مسلسل طاش من 20 حلقة، ويعتمد في كل حلقة على حكاية جديدة تدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي درامي، من خلال حلقات مختلفة ومنفصلة حول عدة قضايا ومشاكل المجتمع السعودي بشكل خاص. مسلسل حياة المثالية من بطولة خالد أمين، فوز الشطي وأحمد إيراج وفهد باسم. حياة المثالية عمل درامي كويتي يدخل المنافسة من خلال مسلسلات خليجية في رمضان 2023. مسلسل الشرار من بطولة ريم عبد الله، ليلى السلمان، وعلي السبع وخالد صقر. مسلسل من هو ولدنا الجزء الثاني من بطولة إبراهيم الحجاج، فايز بن جريس، وهند محمد، وخيرية أبو لبن. مسلسل من هو ولدنا عمل درامي سعودي بطابع كوميدي يخوض السباق الرمضاني 2023. وقصة المسلسل يذهب طفل سيدة فقيرة لحضن سيدة ثرية بعد أن يتم تبادل طفلين بالخطأ في المستشفى. يصبح بعد ذلك مديرا تنفيذيا لشركة ناجحة، إلى أن ينكشف السر في يوما ما وتتشابك الخيوط. مسلسل سكة سفر الجزء الثاني من بطولة سعد عزيز، محمد الشهري، وصالح أبو عمرة. مسلسل سكة سفر من الأعمال الدرامية السعودية التي نالت إعجاب الجمهور في الجزء الأول وأصبحت ذو شهرة كبيرة. وتدور أحداث مسلسل سكة سفر حول ثلاثة أشقاء يقعون في مأزق حول كيفية إدارة العمل الذي تركه والدهم لهم بعد وفاته. مسلسل ملح وسمرة من بطولة هدى حسين وجمال الردهان وفاطمة الصفي وسحر حسين. يعد مسلسل ملح وسمرة من أبرز الأعمال التي تشارك في مسلسلات خليجية رمضان 2023. مسلسل نون النسوة من بطولة هبة الدري وحسين المهدي وعبد المحسن القفاص وشهد الياسين وأميرة محمد. ويحكي المسلسل قصة خمس بنات التي يبدأ اسم كل منهن بحرف النون، ووراء كل رجل عظيم امرأة كيدها عظيم. مسلسل غسيل من بطولة شجون الهاجري، عبد الله أبو شهري، وزينب أحمد، وعبد الله عبد الرضا. في إطار رومانسي اجتماعي يدخل مسلسل غسيل ضمن الأعمال القصيرة داخل سلسلة مسلسلات خليجية في رمضان 2023، والذي يتألف من ثماني حلقات فقط، معتمداً على تقنية الفلاش باك التي تضفي لمسة الإثارة والغموض على أحداث المسلسل. مسلسل ولد أمه من بطولة سوسن بدر ومحمود بوشهري وأحمد السلمان وأحلام حسن. تدخل الممثلة المصرية سوسن بدر عالم الدراما الخليجية من خلال مسلسلها القادم ولد أمه، والذي فيه تلتقي مع الفنان محمود بوشهري الذي يجسد شخصية ابنها، حيث تدور أحداث حول امرأة مصرية أصيلة تزوجت من رجل كويتي لتنجب منها ابنها الوحيد.
مسلسل الدولة العميقة من بطولة سعد الفرج وخالد البريكي، جاسم النبهان، فيصل العميري. على الرغم من تصنيفه ضمن المسلسلات القصيرة الشيقة التي تتألف من 8 حلقات فقط، إلا أن المسلسل يخطف الأنفاس ما بين الحلقة والأخرى، حيث يتنافس المسلسل قضية فساد كبرى في كوبا والتي تقع مصائبها في الكويت، وتأخذنا الأحداث ما بين هذا وذاك. مسلسل منزل 12 من بطولة سعد الفرج، بثينة الرئيسي، وفاطمة الحسني. على غير المعتاد من الفنانة الكوميدية شيماء سيف، تقوم الفنانة بتقديم نفسها في قالب درامي اجتماعي جديد، حيث تدور قصة المسلسل حول شخص ينتقل للعيش في منزل 12 بعد تعرضه لخسارة كبيرة في سوق المناخ، ليتم كشف العديد من الأسرار حول هذا المنزل على مدار 30 حلقة. مسلسل النون وما يعلمون من بطولة إلهام الفضالة وشهاب جوهر وطيف وعبدالله الطليحي. تدور قصة المسلسل في إطار تشويقي اجتماعي، الأحداث مبنية على الانتقام وكيف أن يأخذ الشخص حقه بيده.